الله ايش هذا؟ الله يعطيك الف عافيه. يعني مشاهدينا رجعنا معكم بهالفيديو كليب واغنيه يا راجع على عمان لصوت اردني متميز بادائه باحساسه بطموحه العالي. كنا عم نسمع هاني ضبيط. اهلا وسهلا فيك هاني. اهلا وسهلا فيك. طبعا اصب عليكم واصب على كل المشاهدين. شو الاغنيه؟ الله يسعدك. طب احكي لنا الخبريه انا وعمر تحت الهواء. انت حكيت لنا خبريه تحت الهواء عن موضوع الاغنيه. يا ريت تحكي لنا القصه، يعني حرام هلا احنا عرفنا. صح 100%. وما تخليها الناس يعرفوا. خليها الناس يعرفوا حقيقه هاي الاغنيه. هلا هاي الاغنيه عملتها لما كنت انا عايش بامريكا، كنت بدرس هناك. فهي قصه انه اثنين طلاب اردنيه سافروا برا زي اي اثنين، وواحد منهم راح يرجع لعمان. وطبعا مشتاقين لعمان، والثاني بحكي له يا راجع لعمان، يا راجع لعمان خدني معك. مشتاق والله. اخذته معك ولا ما اخذته معك هلا؟ هو اللي اخذني بما اني قاعد معكم. هاني المفروض اللي رايح. بدي ارجع ارحب فيك مره ثانيه هاني. الله يسعدك. مبسوطين بوجودك معنا. وفعلا انا اليوم جاي على بالي اطلق هيك لقب عليك اللي هو معلش حكون جريئه اليوم ملك الاحساس. الله عليك. بتسمع قديه صوتك فيه احساس. انت اليوم لما بتغني ما عم بتغني لانه انا بدي نسبه استماع عاليه. انا ما بدي اغني لانه المدخول بالغنى، بدي اغني لانه عم بغني، هو حاسس باللي عم بغني، يعشق الغنى. وهذا اللي بيميزك هاني 100%. يعني الموسيقى هي بالروح، يعني حب، يعني مش ماخذها انا اصلا، يعني حتى الكل بيعرف مش ماخذها انا زي زي ما تقولي هو شغل مهنة او مهنه وهيك. لا لا انا ماخذها، انا بدي اعكس حالي قد ما بقدر. اللي بيكون عنده هوايه وبيتخذها هوايه يعني بحب يعزف لانه هو بحب يعزف ويمزك. هذا هو اللي بدي مزك. انت مزك. أيوة. انت نفسك هاني ضبيط. صح. فزت ب مسابقه اسمها مزك. كانت بال 2010 اعتقد. يعني كان مشارك فيها 25,000 مشترك. يعني شفت الذاكره كيف ما احسنها. احكي لنا عن وكانت هي عباره عن تصفيات، ونشكر الله يعني بالاخر اخذت افضل صوت وعزف جيتار. تستاهل. تستاهل. هاني خلينا هيك نحكي شوي عن الجديد، بعدين هيك بنرجع لورا. تمام. بنرجع شوي للحياه، الغربه قد ايه اثرت فيك انت اليوم. صح. كيف بتشوف الفن الاردني؟ نوعا ما عم تتميز عن غيرك من الفنانين الاردنيين، ورح نحكي عن هذا التميز انه كصوت كأداء كعزفك للجيتار. بس كمان في ناس كثير ما بيعرفوا انه انت كنت من الاشخاص المشاركين بأرب ايدل. صح. سنه 2011 وصلت للسيمي فاينل. وكنا صراحه يعني فخورين. تسلمي. فيك يا هاني بهالمشاركه. هي يعني وصلت انا وقتها قبل العشرة اللايف، يعني في بالاخر 10 شباب و10 بنات بيطلعوا لايف من الوطن العربي. هذه كانت اول سيزون طبعا أرب ايدل، وانا كنت يعني لحسن حظي يعني انه اوصل لهذيك المرحله، وشافوني الناس على التلفزيون اكثر من مره، وبعديها يعني كمان ساعد شوي. على فكره انا اجاني الان اتصال وهاتف خفي الله من بعض المشاهدين انه حركوا لنا هالجيتار. ايوه حركوا. صح. انا معك. انا اتفق. انا بدي اسمعكم هلا اغنيتي الجديده، نزلت قبل شهر تقريبا، اسمها انتي انا. هاي حيحبها عمر كثير لانه باللغه العربيه الفصحى. هلا انتي انا هاي مش يعني انتي وانا. لا انتي انا. انتي انا. تفضل الميكروفون لك. ثانك يو. كأني بقدومك غريق وجد الهوى، كأني بسماع صوتك يائس لقي الرجاء، فأنا في بعدك دار صارت خلا. أنت أنا، أنت كل شيء، أنت النقاء، بعدك وخالقي كله ألم كله شقاء.
سقى سقى يا ترى متى يلذ الوصل كلف بك أتعبني الجفا. الله احنا ما شبعنا، انت شبعت؟ انا سرحت وانا سرحت. بنكمل مبروك على هالاغنيه. لحظه هلا انت وانت بتغني قبل الاغنيه يا خلود صوته نقي، شفت؟ شفت لك صوته نقي. تسلم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يديم النعمه. الله يسعدك. شكرا. تسلم. احنا فخورين فيك والله يا هاني، مبسوطين على هالصوت وعلى هالاغاني وفن راقي. الله يخليك. تقدم اليوم فن راقي بعيدا عن المصطلحات اللي بنسمعها، بعيدا عن التلحين او الالحان الاغاني اللي بنسمعها. بعدين ما في ضجيج وتلوث سمعي. ما هو زهقناهم هذول اللي بتحكي عنهم، يعني زهقوهم الناس صدقني. نعم. يعني الترند هلا رايح انه جد يصير في مستمعين، يعني بقول لك لا بدنا شيء زي ايام زمان. على هون على هاي كيف هذا الجديد كلياته. نعود للاصاله وللزمن الجميل، الفن الجميل. كيف شايف اقبال الناس على هاي الاغنيه؟ اليوم عم نحكي كانه عم نحكي عن اشعار نزار قباني صح وعم نحكي على عم نحكي على الحان كاظم الساهر. يعني قصيده الله يخليك. طبعا قصيده. وانت انا بتشرف لانه ما شاء الله عليك الكل بيعرف يعني. حبيبي الله يكرمك. فكيف شفت اقبال الناس على فكره انه اليوم أغني أغنية باللغة العربية؟ أنا صدقا يعني اللغة العربية بحبها جدا جدا، يعني لأنه أغنية بأصلها رومانسية، يعني بدناش فيش حكي غير هيك. فاستقصدت أنه تكون باللغة العربية، خصوصا أنه كل الوطن العربي والمغرب العربي بفهمها وبحبها. نعم. يعني لاحظتي انت كل اللي بيغنوا فصحى، يعني حتى قبل اسبوعين كان ضيفنا لما حكينا عن مساله اللغه الاغنيه باللغه الفصحى، انه المغرب العربي قديش اللي انا بدي احكي فيه انه المغرب العربي اهلنا واحبائنا متشوقين ومتعشقين يسمعوا صح. الطرب العربي الاصيل. لا وهي الفصيح. الفكره كمان عمر شو انه هاني حابب انه ينتشر يطلع من الاردن، خلينا نقول يوصل. نعم. بصوته لخارج بالتأكيد. الاردن يطلع بالتأكيد. من خلال اللغه هو هدف كل فنان أعتقد. يعني هو نعم. هدف كل فنان ان شاء الله الله يوفق الكل. تصورها يعني. فيديو كليب زي الاغنيه سمعناها بشوي. في فكره عنهم. والله بس في لقدام، يعني في كثير شغلات لقدام عم بجهزها وكمان شغالها بمصر، يعني فيمكن واحدة من هدول الأغاني اللي رح تتصور. عرفتي كيف؟ فهيك عن الخطة بس لسه مش كثير واضح. هلا أنت دراستك خلينا نقول بأمريكا، لأنك أنت كنت عم بتقول إنه أمريكا، رحت على أمريكا ودرست وتغربت إلى آخره. أنت ما درست موسيقى بأمريكا مزبوط؟ لا هلا أنا درست بعمان هون، درست إدارة أعمال وبنفس الوقت كنت بدرس موسيقى بالمعهد الوطني للموسيقى. هلا بس خلصت طلعت على أمريكا كملت ماجستير إدارة أعمال مش ميوزك. نعم. بس الـ 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 الموسيقى كانت زي ما تقولي دائما أتعلم، يعني ما أسيب حالي. عرفت كيف؟ نعم. وطبعا في كثير يعني مواد على الإنترنت، ويعني اللي بده يتعلم بتعلم صدقيني. يعني. يا ترى لما لو بدنا كنت تحكي قديش بتحب الجيتار. أنا كثير ما في حدا ما بحب الجيتار. يا ترى إدارة الجيتار هلا لو بدك تسمعنا شيء بتحب تغني غني، بس المهم نسمع برضه. ليش عم تضحك؟ أنا خايف نطلب منك هذه الأغنية؟ خايف أطلب منك بعض شغلة. أنا والله أنا إذا بدكم أنا بحكيكم اسمعوا يا عزانا المشاهدين، أنا كنت بقول قاعد لهاني ضبيط إحدى أهم أغاني التراث الأردني، الله يرحمك يا إسماعيل خضر الله يرحمك، فنك ساكن بقلوبنا وبعقولنا وراح يضل. بعدين كان في برنامج بلش. كان في برنامج عندنا على التلفزيون بيقدمه زميلنا عامر صمادي. يا طير يا طير طيبنا عيوني يا طير يا طير دربك أطال الله. يا طير يا طير دربك عباب الله وهات البشاير ومشي بأرض الله. يا طير يا طير دربك عباب وهات البشاير وامشي بأرض الله. يا طير يا طير دربك عباب الله. يا طير يا طير دربك عباب الله. صح لسانك صح لسانك.
عم بتنعنشنا بهالاغاني القديمه، بترجعنا. والله انا المبسوط معكم صدقا، واحنا مبسوطين فيك. انت حاسس قد ايه احنا مبسوطين فيك؟ والله انا يعني شعور متبادل. كنت راح انسى اني على الهواء. جعبالك انت تشارك معه اكثر بالاغاني. مين عم بيدعمك هاني من الفنانين؟ يعني اليوم انت طلعت اغنيه جديده انت انا، والمفروض انها ضربت، يعني خلينا نقول لانها مميزه عن باقي الاغاني الاردنيه. مين من الفنانين الاردنيين علاقتك فيهم قويه؟ بحكي معك تليفون بقول لك مبروك هاني انا سمعت هاي الاغنيه هيك هيك هيك. يعني هلا كلهم اخوان وكلهم محترمين طبعا يعني، بس يمكن ما فيش موضوع التليفون والو هيك، عرفت كيف؟ مسج؟ مثلا مثلا. فبالنسبه للدعم يعني الكل محتاج دعم. نعم. عرفت كيف يعني؟ تعال نلاقي احنا وياك حدا يدعمنا. يعني هو يعني كله بصراحه بشكل عام الفنان الاردني يعني هو التطور الطبيعي والانسياق الطبيعي والانسياب الطبيعي للاغنيه. خلي العالم يشوفوا يعني الاغنيه الاردنيه وين ممكن توصل وشو ممكن تطلع. ما هذا الهدف طبعا. احنا يعني سنبقى محافظين على أصالتنا وجوهرنا ومعدننا، لكن بالتأكيد هذه الأصوات الناعمة النقية، أنا يعني أنا الفنان صاحب الصوت النقي من اليوم طالع هاني ضبيط، أنه نمشي مع بعض لقدام وننساب إلى داخل أروقة الفن العربي كله من خلالك وخلال زملائك الفنانين والفنانات. سؤال هاني بتمنى الإجابة أنت صريح، وبحب أنه أسمع صراحتك دائما. يعني فكرة اليوم أنه الفنان الأردني ليش مش مطلوب عربيا برا؟ يعني نحن عندنا الحمد لله مهرجانات وبيشاركوا فيها نجوم صف اول بيجوا لعنا هون على الاردن بيشاركوا بالمهرجانات الاردنيه، ليه ما عم بيكون في مشاركات او مطالبه خلينا نقول للاصوات الاردنيه خارج الاردن في المهرجانات العربيه؟ وين المشكله؟ شوفي يعني انا طبعا برايي الخاص انه بتخيل لازم يكون في غير نقابه الفنانين عندنا بالاردن، لازم يكون في كوميونيتي للفنانين يكونوا فيها الكبير يعلم الصغير وكله يساعد بعض. صدقا يعني لازم هذا الشيء يكون بالنسبة إلي، يكون في بعرفش كولابوريشن، يعني كلهم يشتغلوا مع بعض، أكثر من فنان يشتغلوا على بروجكت يطلعوا، ويكون في دعم طبعا من جهة خاصة. ما بعرف ما فيش شيء في بالي يعني، بس يكون في دعم من جهة خاصة، لأنه الإعلام صراحة والتسويق للأغاني هاي ممكن إحنا هلأ بحكم إنه إحنا عايشين بعالم جدا متطور وبوجود وسائل التواصل الاجتماعي كاملة والتسويق عليهم، إحنا ممكن نوصل لكل مكان. برافو. صح. صح. فلما إحنا يكون في هذا الدعم، لأنه صدقيني يعني أنا هلأ مش ماخذ الفن كمهنة، لا مهنتي الثانية شيء ثاني، لا هواية، بس اللي ماخذها كمهنة طب ما هو بصراحة ما بتجيب. صحيح. صح صح. ما بتجيب، كيف بده يسوق هو؟ صحيح. كيف بده يطلع برا؟ محتاج لحدا يدعمه، ما هو برضو محتاج برضو للتسويق. يعني انت المجتمعات احنا لما نحكي الأردن بهاي النقطة تحديدا 90% من المجتمعات العربية نفس الشيء، هم يعني خلينا نكون واضحين مصر ولبنان هم نمبر 1 في التسويق الفني والاهتمام بالفنان. مش عيب انه احنا نتعلم، بالعكس احنا من الضرورة انه نتعلم منهم ونغترف الإدارة إدارة الفنان وتلميع الفنان وصناعة النجوم، هذه احنا مفتقدينها. يا ريت انا وياك نعمل برنامج لصناعة النجوم. يا ريت انا وياك نسمع هاني لانه نحن بدنا بلكي صنعنا نجم قلب. يلا يا هاني مبسوطين فيك وبدنا نسمع اغاني. انت شو بدك تغني لنا هلا؟ عم بتولع ولا جن علي ولا قلبتي لي موزيني ولا شو؟ هلا طيب بغني لكم انا عارفه عم تولع في هلا ذكرتيني فيها انا هلا عم تولع هاي لازم احكي الكلمات الشاعر عمرو مفرج من وجهه تحيه والحاني توزيع احمد شمساني من وجه لهم تحيه طبعا يلا تفضل هاي اغنيه راقصه يعني عشان هيك اللي هي ايش احنا اتفقنا عم تولع عم تولع يلا ليله حلوه وعم تولع بصحابي واهلي واهلك عيوني من الفرحة تدمع والمصار الحادة صار لك هالسهرة عم تولع فيكي أنا متولع يا خسر دلع خلي الطبولة جن خلي الفرح يا عمر
والدار تتعمر، ما في اليوم أكبر من فرحتي فيك فيك. ليش تخيل علينا؟ ما بنلحق. الله عطاني، أنا مش عارف. الله عطاني وعطاك عقدني الحلوة، الليل سوبر حلاكي، تليلك بعد كم فتلة، هالسهرة عم تولع فيكي أنا متولع. يا خسر دلع، خلي الطول الجن، خلي الفرح يا عمر والدار تتعمر، ما في اليوم أكبر من فرحتي فيك فيك. يعني ودهم يدخلوا كاميرات ويزقفوا. احنا كان ممكن يعملوا دبكه قدام الكاميرا جد. بس هاي غنيتها باللهجه اللبنانيه صح. قد ايه انت مع او ضد فكره انه المغني مش بالضروره عم نحكي عن اللهجه الاردنيه، انما يطلع من لهجته ويغني لهجات مختلفه، خصوصا اللهجات الدارجه يعني بالوطن العربي؟ هي اللهجات الدارجه اللي هي اللبناني والمصري. نعم. واحنا يعني بتخيل اقرب شيء علينا اللبناني. لكن انا هلا عم بفوت باتجاه المصري صراحه. نعم. هلا انا عندي اكثر من اغنيه باللبناني وعندي طبعا بالاردني، بس اللبناني الناس بتستصيغه بطريقه يعني قريب اكثر بتسمع، لانها بتسمعه دائما. مش الموضوع موضوع حلاوه اللغه، لا. نعم. لا هلا خلص طبع في القلوب، طبع لها لهجه محببه للقلوب ومطبوعه في الداخل 100%. بس صراحه لازم يعني لغتنا احنا حتى اللغه العمانيه والاردنيه جميله جدا جدا جدا, جدا، ولازم ينكتب عليها. دائما عم بحاول ادور الاقي كتاب يكتبوا. انا بقدر اعطيك بالفصحى، هي عمر اكثر من هيك باللهجه العمانيه البيضاء الجميله انا بحكيها. الخطوه الجاي مشاهدينا، اول ما تسمعوا اغنيه بصوت هاني ضبيط بدايتها جاءت الحبيبة، فبتعرفوا انها من كلمات. اختار لك الاغنيه كمان. خلاص لوين يعني اختار لك القصيده على طول. ايوه يلا انا النكست ستيب، الخطوه اللي جاي، المشروع الجديد اللي بدك تشتغل عليه هلا شو؟ في غير عمر استاذ عمر طبعا اول مشروع. في طب عم بجهز لالبوم فيه اغاني، عم بشتغل مع بروديوسرز موزعين من السويد من امريكا. يعني عم بحاول انوع عشان ما اكون زي الكل، عرفتي كيف؟ لا حابب اكون متميز. وبمصر كمان في هلا عم في ثلاث اغاني بدك تغنيها بالمصري؟ في ثلاث اشتغلت مع ثلاث شعراء معروفين مثلا ولا لسه جداد طالعين ولا كيف؟ يعني نص نص يعني. اشتغلوا مع لطيفه واشتغلوا مع هيك يعني. لانه صراحه يعني مش الواحد خلص بده يبلش بالشيء، يبلش صح. عرفتي كيف؟ فحتى الملحنين في وحده منهم انا لحنتها، والموزع كمان بمصر. يعني في كم من اغنيه واشياء انا عم بشتغلها طبعا باللغه العمانيه. جميل. في اشياء. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ان شاء الله من فن لفن لفن وانت تتقدم وتعلو بنا وبالفن الاردني وبنفسك. سعدنا جدا خلود بوجود انا هاني ضبيط. لك صوتك مميز رائع. ما بعرف معنا وقت مخرجنا انه نختم. لا نشكرك كثير للاسف ما عندنا وقت، بس منيح يعني غنينا انبسطنا بصوتك. بنضل قاعدين طبعا. بدنا نشكر الجروب الكامل، نبدا بالمصورين اللي وراء الكاميرات في الداخل الله يعطيهم الف عافيه، ومخرجنا جمعه الصمادي المبدع دائما، والفنيين الصوت والهندسه والاضاءه، ونختم بالشكر للاعداد مينسور. لكن بدنا نختم برضه بمشرف العام للبرنامج الزميل الصديق مأمون مساد. مشاهدينا الاكارم، خلود تحيه مني انا خلود، واشوفكم السبت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي لكم. الله معكم.